الطابق الثاني فوق تلة، ومن هذه الجهة بحيرة صغيرة يعني فيها أسماك وطيور وهذا الشيء من هذه الجهة، لكن ما بعرف هذا الفيديو كم يطل. راح أصور بشوف كم يظل، لكن هذا شارع طويل تقريبا 5 كيلومتر تقريبا، يعني مش قصير. شوف هذا الطابق من هون يصعد فوق كمان تل إلى مدار التل، وهذه البحيرة ما بعرف إذا أقدر أصورها تطلع في أجيال كثيرة. هذا يتمشى لحاله، يجوز يبحث عن حبيبه. فأنا قبل شفت 3 لحالهن. شوفي الثلاثة لحالهن ذيك لي قدام، أحاول أشوف وصل. وهذه هنا الشوي، شوي وشاوي مقاعد يعني الجلوس. طبعا هذه شوارع طويلة، لكن يجوز الفيلم يطول، لهذا حنهي او نروح على مصطبات الخيول لحظة ما دام قربت عليهم. وبنهاية هذا الشارع بحيرة ثانية بس كبيرة كثير، لكن احاول اصل الخيول ولو بهذا الوقت يدخلوهم جوا، يعني اعتقد ما يكون موجودة وما تكون موجودة. وهنا يجلسون الشباب يشوون ويعدون العاب هنا وفتنس هيك صغير. وهذه الخيول هون بس، لكن ما موجودات. هذا الواحد بده بعد وجبة دسمة يجي يتمرن شوي. كل حديقة تقريبا موجودة هذه الأشياء. يعني هذا الموجود. أعتقد الفيلم طول، ما بعرف شو هون من هذه الجهة، لكن صراحة المكانات كثيرة يعني ما بقدر أصورها كلها. راح أنهي هنا.